المعروف دكتور شحرور. في كتابك أيضا من ضمن القضايا التي أثرتها قضية فهم خاص بك استخلصته للصراط المستقيم ولما تفسيرك لما هو المعروف وما هو المنكر. ممكن تفسر لنا ما الذي انتهيت إليه؟ نحن نقرأ في كتاب الله في عند كل صلاة سورة الفاتحة، نقول اهدنا الصراط المستقيم، نطلب من الله سبحانه وتعالى، فنسأل ما هو الصراط المستقيم الذي نطلب من الله أن يهدينا إليه. فعندما نفتح كتاب الله نرى أن هناك ثلاث آيات في سورة الأنعام فيها تسع تعليمات، وتنتهي هذه الآيات وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذه الآيات وهي كلها محرمات، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقربوا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق إلى قولي ولا تقربوا الفواحش إلى قولي ولا تقتلوا النفس ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون إلى قولي ولا تقربوا مال اليتيم وأوفوا الكيل والميزان إلى قوله وإذا قلتم فاعدلوا إلى قولي وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تتذكرون. الآية 153 وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أنا قلت هذه هي الصراط المستقيم، هذه في سورة الأنعام نعم 151 152. ابن عباس له تعليق على هذه الآيات، قال ولقطة حلوة جدا من الناس، قال لعل هذه الآيات هي الكلمات العشر التي جاءت إلى موسى، الوصايا هي الوصايا العشر. نعم، لسبب قال ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. ثم هنا بعد هذه الآية ماذا يقول؟ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيل كل شيء. يعني يقول أن هذه الوصايا هي بالنسبة للمصطلحات عندي هي الفرقان التي جاءت إلى موسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، وهي واحدة، أي أنها هي القاسم المشترك بين كل الرسالات السماوية. اشرح لي ما هو الفرقان. معلش، هو القاسم المشترك بين كل الرسالات السماوية، هناك خلاف وهناك اتفاق، على ماذا تتفق الرسالات السماوية؟ قال على الفرقان، فرأوا لوحده. قال وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، شهر رمضان الذي أنزل فيه الكتاب هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. هنا لاحظ الزمخشري هنا انتبه أن الفرقان شيء آخر، لا هو التوراة ولا هو الإنجيل ولا هو الكتاب للرسالة المحمدية، مع أنه هو من اللغويين الفطاحل، فاستعرض الكتاب ووجد أن الزبور غير مذكور فقال لعله الزبور، لأن الزمخشري بحسه عرف أن الفرقان شيء آخر. والفرقان هو الوصايا العشر جاء لموسى وعيسى ومحمد، لذا قال وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون.